ونحن مع إشراقات ونزمات ليلة القدر. ربنا يوعدكم جميعا بهذه الليلة الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم. ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. الله الله، يعني ربنا يوعدكم جميعا بأن تصادفوا هذه الليلة. هي طبعا انتوا عارفين ان هي عظمة الليلة لانها الليلة التي نزل فيها القرآن، وبقى في تفسيرات كتير يقولوا ان القرآن نزل كله في مواقع النجوم وبعدين يتوزع، وقصة كبيرة يمكن ما جاتش فرصة احكي لكم، يمكن ان نحكي عن نزول القرآن الكريم، كيف نزل وكيف جمع وكيف، والقصة دي قصة طويلة لكن مهم جدا ان حضراتكم تعرفوها بشيء من التفصيل. لكن ليلة القدر واحنا صغيرين نعرف يعني في عز معمعة الكحك والصواني اللي طالعة واللي نازلة وبتاع، لكن الليلة دي تبقى ليلة خاصة يوم 26 رمضان. زمان كنا محدود المعلومات شوية، دلوقتي بقى ويروا وصلوا لغاية يوم 17، يقول لك توقعوا من يوم 17 رمضان، يعني عمالين يرجعوا كده. لكن الاحاديث اللي احنا معتمدينها والاحاديث الموثوق من النية في العشر الاخيره في الليالي الفردي. بس وانا صغير اقول لكم بقى ايه، يا تومي بقى تجمعنا ونحتفل كده بليله القدر، لازم حتى الاكل كان يبقى مختلف 26 رمضان. مش بناكل بواقي الاكل يعني الليله دي يبقى يوم برضه مختلف. وكنت وانا صغير ما اعرفش، انا كمني عشان خالي حسن الله يرحمه عمل لي اعمال حاجات حلوه قوي، فكنت متاثر جدا بالمسائل الدينيه، لكن كنت فاهم انه لازم الواحد يطلع في البلكونه ولازم يشوف السماء لانه هتتفتح وهندعي بقى، كان تصوري كده وانا صغير. ولذلك عشت اتمنى طول عمري ان انا بعيش في اسطوح من اللقطه دي، يعني من اللقطه دي اللي هي خاصة بليلة القدر. افتكر وانا صغير ان انا كان نفسي ابقى عايش في حتة اشوف السماء فيها طول الوقت، يعني ابقى اخرج من الاوضة كده الاقي السماء على طول. بس ما حصلش نصيب، يعني ما سكناش في اسطوح. لكن عايز اقول لحضراتكم حاجة، ان انا وانا صغير برضو، ودي حاجة من مزايا الحياة، ان الواحد عنده الفكرة انه يسأل طول الوقت، يعني عايز يعرف. فانا سألت هي ليلة القدر دي مستخبية كده؟ يعني ليه احنا يمكن النهاردة يمكن بكرة، صحيح احنا كنا بنحتفل ب 26 لكن برضو ايه، كان في ظن انها ممكن تبقى، كبرنا شوية بقت تروح يقول لك لا ممكن تبقى يوم 20 بالليل يوم 2، يعني في الفردي ليه مستخبية؟ طب ليه ما اتقالتش؟ وفي حديث موجود لسيدنا النبي ان هو يعني كان هيقولها وبعدين ما قالهاش. بعد كده الواحد لما كبر بدأ يسأل بقى ليه هي مستخبية؟ هل جالكوا سؤال ده في ذهنكم قبل كده؟ انه ليه الليلة دي؟ الحقيقة انا لما يعني بدأت اشوف ايه الحكاية دي، فحسيت انه هي مش مستخبية ولا حاجة. ده ممكن تكون يعني كل انسان، مش هقول بقى ست وراجل كبير او ست كبيره او مش هقول كده، هقول كل انسان في حاله صفاء وفي حاله احتياج حقيقيه من قلبه ويتوجه الى الله، فربنا يقبل منه وتبقى ليله القدر. يعني هي طبعا هي متوقعه في الايام دي، لانه خلوا بالكم صحف ابراهيم نزلت في رمضان، وكتب كتير مقدسه نزلت في رمضان في رمضان في رمضان في رمضان. رمضان شهر مختلف خالص. طب ليه مش شهر مختلف؟ انا حسيت، وده مش تفسير، ده انطباع او فهم ممكن يبقى كده للمعاني دي كلها.
ليه ربنا بيعمل الحاجات دي كلها للناس؟ ليه انت بتصلي 5 مرات في اليوم؟ ده ضمه مع ليلة القدر. ليه في نص شعبان؟ ليه رجب بشهر فيه مواصفات كتير واحاديث كتير عن اهميته؟ ليه ذي الحجة 10 ايام؟ ليه الحاجات دي كلها؟ فانا حسيت، معرفش ممكن تحسوا زي كده ولا لا، انه كأن الله سبحانه وتعالى بيقول لك طول الوقت، عمال يقول لك ما تفوق بقى، ما تخلي بالك بقى، طب هنعمل لك كذا ونعمل لك كذا، وصلي الظهر وصلي العصر وصلي المغرب. على فكرة ممكن الصلوات كانت تبقى 2 مرتين، وفي الاول كانت كده لما كانتش لسه الصلاة المكتوبة فرضت، كانوا بيصلوا الصبح وبالليل، والركعات كانوا 2، ويقال ان في بداية الصلاة كان 2 2 2 2. فالفكرة مش بالعدد، اولا العدد اللي اقره النبي، ودي بقى سنة فعلية اللي اقرها النبي سبحانه وتعالى، دي احنا بنعملها كلنا. طب تسأل ليه بقى؟ ليه؟ عشان بس تبقى يقظ، اتاري الحكاية، عشان تستيقظ، وعشان تتعلم انك انت اعمل فتعمل. فاذا ليلة القدر هي عبارة عن قلبك، لو قلبك مرتاح في ليلة وبتدعي ربنا انت في ليلة القدر. ده اللي انا بحسه، وبحس انه ليلة القدر دي معمولة عشان تستدعي فيها، انت عارف اللي هي بتحتشد في الليلة دي، نحتشد ياما 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 احتشدنا، وتفك الاحتشاد ده، اتبعتر مننا كتير، رحنا في مواقف معينة، واحد عيان وحالة وفاة في قرافة في بتاع، ونقول بقى الدنيا مش مستاهلة والدنيا مش بتاع، لكن ساعة الجد بتبقى مستاهلة وكل حاجة بتاع. فربنا يا سلام طول الوقت ينبهك، خلي بالك خلي بالك، في هنا احنا بنسميها، احنا الناس الشعبيين يسموا ليلة القدر دي الجائزة الكبرى. لكن انا والله اعتقد يعني من فهمي انها موجودة في طول الوقت، وكل ما قلبك احتشد متوجها الى الله بكل حواسك، وعندك يقين ان الله يستجيب، هيستجيب على طول، لان هو اللي علمنا كده، هو اللي علمنا احتشدوا عشان كل عبادي الذين اسرفوا على انفسهم. بسم الله، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. يعني اعمل لك الجوائز دي كلها، وبيقول لك يا سيدي اي وقت بس تفضل واحنا هنغفر لك، يعني حاجه مش معقوله. وتلاقي حتى في القرآن الكريم في 4 أنبياء تمت الاستجابة ليهم بنص. شوف، أنا عارف إنك بتحب الدعاء، وكلنا بنحب الدعاء، والدعاء أصل كل الأشياء. ليه أصل كل الأشياء؟ سألت نفسك السؤال ده؟ لأنه الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في أظن أعتقد 14 يسألونك، ال 14 يسألونك دي يقول له كل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، يسألونك عن كذا كل، يسألونك عن كذا كل، يسألونك عن الأنفال كل الأنفال، ويسألونك عن المحيط كل، ويسألونك، وإذا سألك عبادي عني المفروض يقول له كل إني قريب. لا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي في ليلة القدر وفي غيرها وطول الوقت. الله موجود ينتظر منك أن تتقدم. أنا قلت لكم مرة في لقاء، جاءني مشيا أتيته هرولة، عايز أكتر من كده إيه؟ الحكاية بسيطة والله، ما هيش معقدة. شوف الله، شوف سيدنا نوح لما قال له يا سلام، شوف سيدنا نوح في سورة القمر عمل ايه سيدنا نوح؟ فدعا ربه اني مغلوب فانتصر، بس ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر،
وحملناه، شوف الرقة، على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. الله، ايه ده، ايه الحلاوة دي؟ وقصة سيدنا نوح دي تقرا فيها زي ما انت عايز، لانه ليه بيبني مركب في الصحراء؟ الناس مشهورة حاجات، ايه ده بيعمل ايه ده في الصحراء بيبني مركب؟ ايه ده، فين ده يعني؟ فما منهمر. ادي سيدنا نوح. طب انتوا كلكم عارفين بقى سورة الانبياء وايوب. الله على ايوب ده، لازم تكونوا عارفين قصة سيدنا ايوب، لقصة عظيمة. وايوب عمل ايه بقى عليه السلام؟ ايوب نادى ربه. وايوب اذ نادى ربه، عمل ايه نادي ربه يعني؟ قال يا رب يا رب وجل. لا لا لا، وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. بس خلاص، ما قالش حاجه تانيه اكتر من كده. شيء حاب نقعد بالراحة. الله يعلم، الله عايز قلبك. فأيوب، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ها؟ فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر، فكشفنا ما به من ضر وأتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا. خلاص خلصت الجملة؟ لا، وذكرى عشان انتوا تتذكروا، وذكرى للعابدين، ان احنا لما يبقى حد في ضر كده احنا ودع ربه بقلب ده. بص ايوب، ايوب قال زي سيدنا نوح قال اني مغلوب فانتصر، ده قال له مسني الضر وانت ارحم الراحمين. شوف الجملة، اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. خلاص خلصت المشكله على طول. مش بس كده، اداله اهله ومثله معهم. وذكرى لينا احنا نتذكر الايات. خلي بالك كل كلمه في القران، انا مش بفسر، انا بفتحه ليك، واقرا بقى التفسيرات زي ما انت عايز، او اقرا التفسيرات زي ما انت عايزه. مش بفسر، بس بقول لك شوف لما تمشي كده مع الكلام. طيب نيجي بقى لزنون سيدنا يونس، ونون دي اللي هو الحوت يعني. سيدنا يونس بقى الدعوه بتاعتنا كلنا لسيدنا النبي، قال لنا عايزين تدعو دعوه، تمام، خدوا دعوه اخي يونس، ها؟ وذا النون، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وذا النون اذ ذهب مغاضبا، زعل عشان الناس مش عايزين يؤمنوا فسابهم ومشي، فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الله، شوف شوفه بيقول له إيه ربي، ها؟ وذنون الذهب مخاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن، شوف أن هنا عاملة إزاي دي، مش ما قالوش لا إله إلا أنت، لا، أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ها؟ إيه اللي بعد كده؟ فاستجبنا له ونجيناه من الغم. خلاص؟ لا، استنى، خد بالك من اللي جاية. وكذلك ننجي المؤمنين، زي اللي فاتت بالظبط، ذكرى للعابدين وهنا ننجي المؤمنين. حضراتكم موجودين طول الوقت، طول الوقت ربنا بيقول لك عملنا دوت مع ايوب، وبنقول لكم ذكرى عشان انتوا تبقى عارفين ان ممكن نعمله معاكم، ومع ذنون يونس عليه السلام، وانتوا برضو. وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا، حبيبي زكريا عليه السلام، اذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه. ايه عايز ايه اجمل من كده؟ عايز ايه؟ عايز بس والله انك انت تبص، وانا عارف انكم كلكم عندكم يعني النزعه دي اكتر مني 100,000 مره، بس احنا والله بس بنساعد بعض. انت فكرك اننا لما بتروح مثلا
تقعد مع حد بيفهم شوية في الحاجات دي ويقولها وبتاع، يعني هو بيحس أحسن منك؟ لا، ما حدش بيحس أحسن من حد إلا إذا كان هو سايب قلبه كده مع ربنا، سايب كده. إنما هو يعني الآخر بيبقى زي الميكروكروم ده، اتلغز دلوقتي، مبقاش فيه ميكروكروم. كان زمان في نقول الميكروكروم، دلوقتي بيحطوا حاجة تانية كده ما اعرفش اسمها ايه كده، مطهر. الآخر هو مطهر أو منظف، بيشيل الصدى اللي بتعمله الحياة علينا. طول الوقت احنا محتاجين إزالة هذا الصدى. الحمام ما بيعملش الحكاية ديت، الشاور ما بيعملش الحكاية دي. في حاجة تانية خاصة بالروح بتلقطها انت وانت بتسمع آية، وانت بتسمع حديث، وانت بتشوف طفل بيضحك، بتشوف طفل بيبكي، بتشوف حد محتاج، بتشوف حد ربنا مديله كتير قوي 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 لكنه ودود ومتواضع ولطيف، وزي ما بنقول كده بالحديث راجل حبوب قوي. فتلاقي ناس لطيفة جدا جدا جدا. كل دي حاجات ربنا عملها للناس عشان ترتاح، وبعدين تقوم تقول يا رب. قال ايه؟ تبدأ الصلاة بس الله أكبر، بس كده. يعني ربنا ده، يعني لما نحب نقعد معاه نتكلم امتى؟ لازم في صلاة العصر ولا صلاة المغرب، او لازم يكون في ليلة القدر؟ لا، انا بحس ان كل هذه الاشياء المعمولة العظيمة جدا هي بتعمل لك نوع من انواع الفوقان، بتفوقك. حد بيقول لك اصحى 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 اصحى. هذه ليلة القدر اللي هي الجائزة الكبرى، ربنا يمتعكم جميعا بهذه الليلة. لكن لما تمر ان شاء الله، يمر ايام رمضان الكريمة عليكم جميعا بالصحة والاستجابة وكل حاجة حلوة. اوعى تفتكر انه مفيش في ذي الحجة ولا ذي القعدة ليلة القدر، ومفيش في محرم ولا ربيع أول ولا ربيع تاني ليالي القدر. الله موجود دائما، وبالتالي ليلة القدر موجودة دائما. ولازم تسأل بينك وبين نفسك ليه هي مستخبية؟ عشان الله عايزك يا أخي، وانت معصلك أو أنا معصلك، وبستنى الليلة وبعدين تخلص الليلة وروح لحياتي. لا، ليلة القدر هي كل ليلة لقلب زي قلوبكم بيحب المودة وبيحب الرحمة. وزي ما قلت لكم قبل كده، إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، سيجعل لهم الرحمن ودا. أظن أنتوا عارفين الآيات دي كلها كويس جدا جدا. فربنا يوعدكم جميعا بليلة القدر التي هي كما قال الله سبحانه وتعالى خير من ألف شهر.